يعني اليوم أنا في كلمة رئيس الوزراء السيد الكاظمي قال هنالك عمليات تستهدف إرهاب المواطن وهنالك عمليات تستهدف إرهاب الحكومة. المقطع الأخير يحتاج تفسير. لا هنالك سلاح خارج الدولة يريد أن بين الحين والآخر يخرج بموجات إعلامية وتصريحات إعلامية متشنجة ويريد أن يختطف الدولة حقيقة ويختطف قرار الدولة. وأتوقع أننا علينا أن نعود إلى القرار الوطني حقيقة في مساراته المتعددة، إن كان على مسار الرئاسات الثلاثة، قد أشارت الرئاسات الثلاثة في اجتماعات متعددة أن قرار الحرب والسلم هو قرار الرئاسات الثلاثة وقادة القوى السياسية العراقية. نعم. التي تجتمع بين الحين والآخر، إضافة إلى اجتماعات مجلس الأمن القومي العراقي الذي هو يمثل الأجهزة الأمنية والعسكرية وكذلك الأجهزة المدنية في الجهاز الحكومي. وبالتالي الكل الآن يعمل على مؤسسة الدولة من خلال حث السيد رئيس الوزراء على هذا المسار، سواء لاحظناه في العلاقات العراقية الأمريكية، والآن نحن في مسار نعود إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل.